مرحبا واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. كيف حالكم؟ اتمنى ان تكونوا بخير. اليوم جئت لكم بفيديو ليس عن جمل وليس عن عبارات. اليوم سوف نرى ثلاث كلمات تستخدم كثيرا في اللغة التركية، وهي نيسه، جيله، وارتك. فهيا لنبدا. قبل البداية في الشرح الفرق ما بين هذه الكلمات أو هذه الكلمات الثلاث، أريد أن أقدم لكم ملاحظة بسيطة عن أسئلتكم، مثلا عن تركيب جملة باللغة التركية. سبق وقمت بهذا الفيديو، ليس كثيرا يعني ما زال جديد فيديو، سوف أضع الرابط في صندوق الوصف وفي أول تعليق. تركيب جملة، أجل، ولكي تستطيعوا تركيب جملة عليكم أن يكون لديكم مخزون من الأفعال باللغة التركية لكي تستطيعوا أن تقوموا بتركيب جملة. فأفضل شيء أن يكون لديكم معجم للغة التركية به أفعال، وأفضل معجم وجدته لكم يعني ديكسيونير وجدته لكم، سوف تجدون الرابط في صندوق الوصف، رائع رائع، يشرح لكم أفعال مصدرها وأين تستخدم مثل لها، يعني رائع جدا، سوف تحفظون أكبر عدد من الأفعال عن طريقه. الشيء الثاني، أكثر الناس يجدون صعوبة في النطق، يجدون مشكل في النطق. النطق عليك أن تستمع كثيرا للأتراك عندما يتحدثون لكي ترى النطق صحيح، زائد أنت أيضا عليك أن تكرر الجمل كذا وكذا في يومك، يعني تكررها لكي فمك يصبح سلس مع التحدث باللغة التركية. وهناك تطبيق يقدم لك الدروس اللغة التركية عن طريق التحدث، يعني أنت تستمع، وكذلك إذا كان هناك أسئلة تجاوب عن طريق النطق، فهمتموني؟ سوف أترك لكم رابطه أيضا في صندوق الوصف وفي أول تعليق. لا أعرف لماذا أتلخبط في الكلام. المهم، تعرفون صندوق الوصف، ها هو، تضغطون على مثلث يكون بجانب اسم الفيديو، ثم عندما تضغطون عليه يظهر صندوق الوصف تحت اسم القناة بالنسبة للهاتف. بالنسبة للكمبيوتر يظهر مباشرة تحت الاسم القناة، يظهر صندوق الوصف، يكون دائما فيه جميع المعلومات التي أريدكم أن تعرفوها. حسنا، إذا بدون إطالة هيا لنبدأ. إذا أول كلمة لدينا وهي نيسه. نيسه تعني على كل حال، على كل حال يعني شيء لا تعيره اهتماما كبير، ليس بشيء المثير للاهتمام. نيسه يعني مثلا تكون جالس، نأخذ مثال، تكون جالس مع طرف معك، فيأتي شخص ما ويزعجكم، يزعجه ويقول له شيئا، فذلك الشخص الذي معك يقول ألا ترى هذا ماذا يقول؟ فتقول له أنت نيسه بوشبار، على كل حال لا تهتم، يعني أترك، لا تهتم. نيسه بوش فار، على كل حال لا تهتم. أو مثلا عندما يكون يتحدث معك شخص ما عن شيء، أنت مشغول ويتحدث عنك وكذا وكذا وحدث هذا والجارة قالت كذا، فتعمل له عندما ينتهي من كلامه تقول له نيسه على كل حال، لأنه شيء لا يهمك، لا أعيره تماما، لماذا تخبرني به؟ لكن احتراما لذلك الشخص تستمع له وبعدها تقول له نيسه على كل حال، يعني ليس بالشيء المهم الذي سوف انتبه له، يعني اسف. المهم، مثال اخر، يعني كنت تنتظر الطرف الذي معك لكي ينهي حديثا، انك تريد ان تذهب، فعندما ينتهي كذا كذا فتقول له نيسه بانكي ديورم، على كل حال انا ذاهب او انا ذاهبه. نيسه بانكي ديورم، على كل حال انا ذاهبه. نيسه بانغ ديورم. الكلمة الثانية وهي بيلي. بيلي تعني حتى، يعني كأنك تؤكد شيء أو تذكير بشيء، تستخدم عادة هكذا. بيلي تعني حتى. نأخذ مثال مثلا لكي تفهموا أكثر. إيفينيزي قالدم بابا نص بيلي قردم. مثلا يسألك طرف الثاني معك، أنت لم يسبق أن أتيت إلى منزلنا أليس كذلك؟ فتقول له
سبق وجئت حتى أنني رأيت والدكم. سبق وأتيت لكم، يعني وليس بدون أن نقول سبق، نقول أتيت إلى منزلكم حتى أنني رأيت والدكم. إفينيزي جالدم بابا نص بيلا جوردم. أتيت إلى منزلكم حتى أنني رأيت والدكم. رأيت والدكم حتى، فهمتموني؟ إفينيزي جالدم بابا نص بيلا جوردم. أتيت إلى منزلكم حتى أنني رأيت والدكم. مثال آخر، مثلا جاء شخص ما مثلا لمدرستكم، سوف يقوم بمحادثة، يعني خطاب أو شيء ما، وشخص بجانبك قال لك ماذا قال؟ فتقول له أنا اسمه حتى لم أسمع، أنا لم أسمع اسمه حتى. اسمينه بلا إشتمدم، أنا لم أسمع اسمه حتى. اسمينه بلا إشتمدم، أنا لم أسمع اسمه حتى. اسمينه بلا إشتمدم. وهناك استعمال آخر، هذا يكون في التذكير أو شيء هكذا، يعني إذا استخدمت هذه الكلمة مرتين، يعني مكررة مرتين، تكون يعني تقصد شيء عن معرفة، يعني متأكد منه، عن معرفة. عندما تتكرر مرتين، مثلا بيلي بيلي بويلي يابتن، فعلت هكذا عمدا. بيلي بيلي بويلي يابتن، فعلت هكذا عمدا، يعني أنت متأكد أنه فعل هذا عن قصد. بيلي بيلي بويلي يابتن، فعلت هكذا عمدا. وصلنا إلى الكلمة الثالثة وهي أرتك. أرتك تعني كفى، وتعني أيضا بعد الآن، يعني شيء ما من بعد الآن سوف يكون هكذا. نأخذ مثال لكي تفهموا أكثر. سيني سيف ميورم أرتك، لم أعد أحبك. سيني سيف ميورم أرتك، لم أعد أحبك. خلاص، سيني سيف ميورم أرتك، لم أعد أحبك. وكذلك تستخدم هذه الكلمة كثيرا في يتر أرتك، كفى أو يكفي. يا ترى أرتك كفى. شيء آخر، أرتك يلان سويلمي، كفى كذب. أرتك يلان سويلمي، كفى كذبا. أرتك يلان سويلمي. وآخر مثال يمكن أن نقوله مثلا بونو أرتك يابجاز، بونو أرتك يابجاز. سنفعل هذا بعد الآن، هنا جاءت بمعنى بعد الآن، أننا سوف نقوم بشيء. بونو أرتك يابل جاز، سنفعل هذا بعد الآن. بونو أرتك يابل جاز. هكذا نكون قد انتهينا من فيديو اليوم. أمل أن يكون قد نال إعجابكم واستفدتم منه، وأراكم في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. دمتم بخير، إلى اللقاء.